السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بديل كتير لشات جي بي تي في الدول اللي لسه شات جي بي تي مشغلش فيه، هو مش عايز يفتح الباب كلها، بيفتح في التدريج. ففي نسخة تقدر ان انت تتعامل معاها، النسخة دي opt.alba.ai، سيب لكم الرابط اسفل الفيديو. او ممكن تستخدم الفي بي ان، او في ممكن تستخدم برامج تعمل لك رقم تليفون وهمي، لان هو بيعرف انت من جوه اني بلد من خلال رقم تليفون، او حد من قرايبك او اصحابك ممكن تخليه يبعت رسالة على التليفون بتاعه، المهم يكون بره الدول ديت. طيب بيقول لك اكتب البرومت هير، تمام، وهتعلم هنا ان انت مش روبوت، وتقول له مثلا بيسألني فين السلالم، هتقول له مثلا اي سؤال، what is your information، وهنا هو مش محرك بحث، يعني هو مش بيدور في محركات البحث، لا ده هو عنده قاعدة بيانات فبيجاوب كأنك بتتكلم مع شخص صديق ليك. اللي ناس كتير متعرفوش ان شات جي بي تي منفصل عن النت بقاله فترة كتير، هو بيكلمك بيقول لك انا مصري وفخور ان دي بلدي، ما شاء الله فخور بثقافتي، فهو كأنه هو انسان حقيقي بتتكلم معاه. فده بديل كويس، اتمنى ان هو يعجبكم او عجبني الصراحة، لان هو طلع مصري.